لنجعل الأفق البعيد وجهتنا عبره، وحيث البعيد جداً سنسافر معاً، سنسير ونستكشف سحر نور نهار اليوم وغموض ظلال ماضي الأمس، نتلمس تاريخ الأزمان لنقرأ تاريخ المستقبل القادم، لنحتفل بما هو عزيز على قلوبنا، ولنقدس ما يجعل إنسانيتنا تتلألأ، لنكتشف أساطير وأعاجيب العالم أينما كانت تختبئ، نرى تفاصيل ألوانها، نشعر بها تنبض، لتصطادنا الرؤى وليصبح كل ما قد نتخيله حقيقة. ها أنا المسافر، وتخطو أقدامي اليوم في عالم جديد. هناك قول ألباني مأثور يقول: البيت للضيف ولله قبل أن يكون لصاحبه. مرحبا بكم في ألبانيا. نحتسي بعضاً من القهوة التركية في منزل لعائلة ألبانية من الطبقة المتوسطة كانت تعيش هنا قبل 3 قرون. حول الألبان منزلهم إلى متحف. نوافذ كثيرة وشرفات عديدة لعائلة منفتحة على الطبيعة وعلى جيرانها، حجر وطين وخشب، تفاصيل معمارية تشير إلى الأناقة والحرفية والدفء. أتخيل الآن وأنا هنا كم كانت حياة هذه العائلة رائعة وسعيدة. إذا أردت أن تتعرف على حياة الألبان خلال 200 سنة الماضية، فما عليك إلا زيارة متحف مرابي الوطني للتصوير الفوتوغرافي، وهذا ما أفعله الآن. متحف يضم 100 الصور التي التقطها المصور والرسام الإيطالي بيترو ماروبي في ألبانيا. هاجر ماروبي إلى مدينة شكودرا وقام بالتقاط الصور الفوتوغرافية بدءاً من منتصف القرن 19. تابع المسيرة من بعده شقيقه وابنه اللذان احترفا التصوير أيضاً. تدهشك دقة وجودة الصور حتى بمعايير الزمن الحالي. وثقت عائلة ماروبي الحياة الاجتماعية والسياسية في تلك الحقبة.
من خلال هذه الصور الفريدة تلتقي وجهاً لوجه بالشخصية الألبانية الحقيقية، مزارعون، عمال، موسيقيون، محاربون، صناع، قادة، أطفال ونساء. ببساطة تلتقي بألبانيا كما كانت قبل نحو 200 عام. الشعب الألباني شعب مضياف وكريم، دائما يعرض الرغبة في المساعدة والرغبة في استضافة الأشخاص، لا سيما عندما يعلمون أنك لست ألبانيا. وكبار السن كما العادة هم الأكثر صبرا والأكثر ترحيبا والأكثر حكمة. سكن البيه. Yes, this is Ted. في الموروث الشعبي الألباني يحكى أن بلدة ثار أهلها عندما علموا أن فندقاً سوف يشيد على أراضيها. ذهب الأهالي لعمدة البلدة للشكوى قائلين: لسنا بخلاء لكي يذهب الضيف للسكن في فندق بدلاً من منازلنا. هذه الحكاية تلخص طبيعة هذا الشعب الألباني الكريم، حيث لا تشعر هنا أبداً أنك غريب، بل أنت ضيف غال وعزيز. نحن في مدينة بيرات التاريخية، البعض يسميها مدينة المئة نافذة، والبعض الآخر يسميها المتحف المفتوح. بيرات عاصمة الجنوب التاريخية، ومثل معظم مدن ألبانيا محاطة بالجبال، بيوت بيضاء تصطف على جانبي ممرات ضيقة مع عدد كبير من النوافذ. تسمى مدينة المئة نافذة مع أنني أحصيت أكثر من 1000 منها. هذا حصن بيرات، ما يجعله استثنائياً هو أنه يضج بالحياة منذ قرون خلت. ساحاته، منازله، متاجره وأماكن العبادة فيه لازالت مأهولة بسكانها الأصليين الذين يقابلون أمواج السياح هنا بود وابتسامة دافئة، وقد تتاح لك فرصة مشاركتهم لعبة كرة القدم. بني الحصن بأسواره المنيعة فوق جبل شاهق يحتمون به من الغزاة، أسسه الإغريق، لكن ما تبقى منه اليوم يعود في معظمه للعصر البيزنطي خلال القرن 13. عندما تتاح لك فرصة مشاهدته من الأعلى وترى نهر أوسومي والجبال العالية المحيطة به،
تشعر بهيبة الحصن وعظمته. لهذه القلعة التي تقع جنوب البلاد قيمة خاصة عند الشعب الألباني. هذه هي قلعة جيروكاستر، واحدة من أهم 10 قلاع في أوروبا وأهم قلعة في ألبانيا. كان لها دور في الحرب العالمية الأولى والثانية وفي معركة استقلال ألبانيا. معظم أجزائها بني في العصر العثماني كحصن عسكري، لكنها تحولت إلى سجن كبير لعناصر المقاومة الذين شاركوا في معركة الاستقلال في الأربعينيات. جزء منها اليوم تحول إلى متحف عسكري كشاهد على شجاعة وبسالة المقاومة التي أدت لاستقلال ألبانيا سنة 1944. كان علينا قطع العديد من الجسور لكي نصل إلى هذه الينابيع الكبريتية التي يقصدها الناس للاستجمام. يذكر التاريخ أن ينابيع جنوب ألبانيا الساخنة هذه كان يستعملها الرومان قبل 2000 عام للاستشفاء، وتبعهم العثمانيون الذين بنوا هذا الجسر الجميل كي يسهل الوصول إليها، خاصة في موسم ذوبان الثلوج حيث يرتفع منسوب المياه. هذه المياه الغنية بالمعادن تأتي من سلسلة ينابيع تمتد مسافة 500 متر على طول الوادي. تحتاج لأن تقطع النهر عدة مرات لكي تصل إلى بعضها للمتعة والاستشفاء وأحياناً للاسترخاء فقط. كان الناس قديماً يأتون إلى هنا للتكفير عن ذنوبهم، وإذا كانت الخطايا كثيرة
كان على المذنب أن يحبس أنفاسه تحت المياه شبه المتجمدة فترة أطول، لكنني لا أفعل ذلك للتكفير عن الخطايا وإن وجدت، بل إني وزوار كثير مثلي نتطلع لخوض تجربة استثنائية ممتعة وباردة بلا شك. الشمس حارقة، درجة الحرارة هنا تقترب من 37 درجة مئوية، أما درجة حرارة مياه الينابيع فتقترب من الصفر. تنبع من هذه العين 6,000 لتر كل ثانية من مياه الثلوج الذائبة من الجبال. هذا الموقع بالذات يسمى واحة العين الزرقاء، زرقة المياه العذبة والشفافة هنا، مشهد ينقلك إلى الجزر الآسيوية رغم أنك هنا في ألبانيا الأوروبية. الغالبية العظمى من سكان ألبانيا هم من المسلمين، ولكنهم منعوا من ممارسة شعائرهم الإسلامية خلال 5 عقود، ولكنك الآن تسمع صوت الأذان يصدح في كل أركان البلاد. خلال وجود العثمانيين في هذه البلاد تحول معظم السكان إلى الإسلام، ولكن وفي كل العصور التاريخية التي مرت على ألبانيا ظلت قيم التسامح والانسجام بين الأديان متجذرة وأصيلة عند الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. My father imam. Your father is imam. Yeah. Quran is bear. تحفظ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآيات يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زرت كنيسة بيزنطية في بيرات تحولت اليوم إلى متحف. تم تجديد الكنيسة في القرن 18 في ظل سلطة العثمانيين.
خلال جولتي هنا لفتت مشرفة المتحف انتباهي لأيقونات مسيحية لم أرى مثلها من قبل، مثل هذه التي رسمت في القرن 18 تظهر طقوس التعميد المسيحية، وفي أعلى الصورة مسجدين إسلاميين. وهذه جدارية يظهر فيها قس وإمام جنباً إلى جنب. تنشط فرقة صوفية في ألبانيا تسمى البكتاشيين، ولهم انتشار واسع في البلاد. قابلت أحد رجال هذه الفرقة وفهمت أنهم يدمجون بين التعاليم الإسلامية وتعاليم من ديانات أخرى، يقدمون أنفسهم على أنهم دعاة إصلاح وتسامح، وأشار لي إلى دور البكتاشيين في الحركة الوطنية الألبانية. مع وصول الشيوعيين إلى السلطة عام 1944 هدمت المساجد والكنائس ومنعت ممارسة كافة الشعائر الدينية، والإعدام كان مصير رجل الدين الذي يبدي تمرداً. كانت هذه الإجراءات عاملاً حاسماً لتكاتف واصطفاف المتدينين على اختلاف أديانهم أمام عدوهم المشترك، وظل هذا التناغم والانسجام بينهم بعد عودة الحرية الدينية لألبانيا بداية التسعينيات، حيث رممت المساجد المهجورة وبنيت أخرى، ويرفع اليوم في مدنها الأذان كما في كل المدن الإسلامية. نحن على وشك خوض مغامرة جديدة في نهر فيوسا بين جبال ألبانيا.